لم يسلم أحد من أنياب الجماعة ومكايدها. ذر الإخوان شرورهم في كل الأعين، حتى أهل الثقافة والفنون طالهم ما طال الآخرين. هم بدأوا بإقالة أكتر من مسؤول في وزارة الثقافة، ويمكن أنا خبر إقالتي الحقيقة كان قبلها بأسبوع ووصل لنا. لما استفسرنا عنه تم الإنكار، وتم الإنكار علني، ولكن أنا كنت متأكدة من أن بعدها بأيام بسيطة جدا هتتم الإقالة، وفعلا كنت مستعدة وفعلا تمت الإقالة. ولكن كانت الصدمة رفض الإقالة ورد الفعل اللي حدث بعدها، هو ده كانت الصدمة الكبرى، وأعتقد أن ده أعظم شيء هم عملوه. الحراك السريع اللي تم ده هو حرك معاني كتيرة جدا جدا، ودي اللي ادتنا قوة وخدنا قرار بالتحرك من دار الأوبرا لوزارة الثقافة. ومن هنا كانت البداية الحقيقة لاعتصام المثقفين والفنانين، ابتدى على خشبة المسرح بدار الأوبرا وانتهى في وزارة الثقافة. مشهد حصار أعضاء الجماعة للممثلين والفنانين ومجتمع الفنانين بصفة عامة واعتصام وزارة الثقافة في الزمالك كان أيضاً مكملاً للصورة قبل ثورة 30 يونيو، وكان كاشفاً بصورة واضحة أن الجماعة تعادي كل ما هو يمثل قيم الفكر والاستنارة والرأي والرأي الآخر. وبالتالي أيضاً نتذكر الهجمات التي حاول أن يشنها بعض البلطجية على هذا الاعتصام، ومحاولات التشويه المستمرة والإساءة إلى الفنانات التي شاركوا في هذا الاعتصام. بمرور الوقت صارت الجماعة وحيدة لا أحد معها، حتى الحلفاء يغادرون السفينة بعد أن ثقبت، لكن الإخوان كانوا يخبئون في جعبتهم ورقة الرهان على الخارج التي ظنوا، وبعض الظن إثم، أنها ورقة النجاة السحرية. الإخوان طول الوقت يا جماعة كانوا بيخاطبوا الخارج بخطاب وبيتكلموا مع العناصرين بخطاب تاني، وده اللي رصدوا تقرير الحكومة البريطانية اللي طلع 2015، ان هم في الانجليزي او لما يجوا يخاطبوا بالانجليزي خطابهم ودود وديمقراطي وبتاع، لكن في الداخل بيكون خطابهم تهديد ووعيد وعنف. كانت هناك زيارات لخيرة الشاطر خاصة لمدينة نيويورك لمقابلة سياسيين امريكيين ومقابلة رجال اقتصاد امريكي ورجال المال في وول ستريت، نشر افكار الجماعة، ومن حيث انها تمتلك برنامج اقتصادي وبرنامج سياسي وتستطيع أن تحكم مصر وأن يطمئن لها الغرب. كانت هناك دراسات بريطانية تقول أنه حينما يصل جماعة الإخوان إلى السلطة فإن ذلك سيؤثر في المنطقة ويجعل العنف ينصرف عن الغرب ويتوقف، ويتم دمج القوى الإسلامية في المنظومة العالمية والفكر الديمقراطي إلى آخره. ثم ثبت أن هذا الأمر غير صحيح. قادة داعش الأساسيين، قادة القاعدة الأساسيين كانوا أعضاء في جماعة الإخوان، وبدأوا وكلهم قالوا بوضوح أنهم تأثروا بفكر الإخوان. خسر الإخوان رهانهم مثل لاعب قامر بكل شيء، فخسر كل شيء.